بعرف حافظ عليها. تاني شي السلطة رح تبقى بإيدي، ورئاسة البلدية أنا ضمنها كمان. على كل حال الانتخابات صارت على البواب، بكرة بنشوف الناس مين رح تنتخب. أنت ارتاح وما تعتل هم. إيه رح ارتاح وما اعتل هم. قومي أختي خلينا نمشي. أستاذ حليم يا ريت بتقله شو يعمل شو ما لازم يعمل، أنت بيوثق فيك. أنا بحياته ما سمع مني. تبع حالك حبيبي. بيك عم يطلب مني ساعدك وأنا عم ساعدك، وعم بقول لك بيع المعمل. بيع المعمل هو الحل الأنسب والأمن. هيك رح يصير، هيك رح يصير. طب معقول فيلي بدل ما نسهر للصبح نحتفل؟ رح نرجع نحتفل حبيبتي، بس بكرة الصبح عندي شغل كتير ضروري بالضيعة. بخلص بحكيكي ومنخطط كيف بدنا نحتفل. أوكي؟ أوكي. شو بك حبيبي؟ ليش هيك تغير وشك؟ مامي مش موافقة على خطبتنا. أكيد طنط زكية كمان مبين إنه مش طايقتني. أنا عندي شوية مشاكل وبدي إياك إنك توقف حدي وتساعدني لحتى أقدر ضل معك. لازم نحكي أنا وياك ولازم خبرك كم شغلة. ما تعتلي هم حبيبتي، أنا جنبك لو شو ما صار. ما تعتلي هم أبدا. أنا لازم روح هلا بوصل وبخبرك. أوكي؟ باي باي. تفاحة ست ياسما، عم بتواخذيني؟ مش عارفة انك هون، فكرتك رحتي مع يمنى. لا ما بيأثر، قولي لي في شي. لا بي عندي شوية اغراض بدي اخذهم، لازم اركض راكد على البيت. ضلي عناطرتني صراحة. انا ما بعرف كيف انت مأمنتي لها لهالبنت، ما حدا بيعمل عملتك. حرام، البنت مظلومة ومسكينة ووضعها بالبيت كارثة، ما في شوفها هيك وما بساعدها. ما بقدر. كارت اسمعيني بس، احكيكي بتوقفي وبتسمعيني وبتردي علي. رديت عليك بس انت بديك اني رد على ذوقك. بك شو صاير لك كارن؟ شو صاير لك بك يا عمي؟ كيف يقدر هالزلم يبرم لك راسك بهالسرعه؟ مش على اساس عقلنا وخلصنا وبطلنا ناخذ قرارات متهوره؟ شو في؟ ما عم بتهور، بس انا خطبت فارس لانه منحب بعضنا.